مشاهدينا الكرام، للتعليق على هذا الموضوع ينضم الينا عبر الهاتف من مدينه اسطنبول رئيس تحرير صحيفه وجهه نظر السيد مصطفى كامل. اهلا بك سيد مصطفى. بدايه، مصادر صحفيه قالت ان ميليشيا عاشوراء هي من نفذت مجزره الطارميه، لماذا قتلت الميليشيا ضحايا الطارميه بهذا الشكل؟ حياكم الله، احييك واحيي مشاهديك الكرام. اولا نحن حصلنا على هذه المعلومات من احد المصادر الامنيه المهمه في مديرية شرطة محافظة صلاح الدين. وبالتالي هذه المعلومات هي المتوفرة لدى الجهاز الأمني الحكومي. أما لماذا في الحقيقة لم تصل المعلومات التفصيلية عن هذه الجريمة، ولكنها بالتأكيد تندرج في إطار عمليات التطهير العرقي أو التغيير الديموغرافي في مناطق المحيطة ببغداد. باعتبار أن حضرتك ذكرت أن المصادر هي مصادر حكومية أمنية، يعني هل يمكن القول بأن هناك تواطؤ حكومي مع هذه الميليشيات؟ لا شك، لأن الجميع يعرف أن هذه المنطقة تقريبا مغلقة أمنيا ومحاطة بقطاعات كبيرة من الجيش، والمعلومات تؤكد أن قوات الجيش المتواجدة، طبعا الجيش الحكومي المتواجدة في تلك المنطقة، منعت الأهالي من نجدة الضحايا، يعني الضحايا، رغم أن الميليشيات كانت تهاجمهم في ذلك الوقت، وهذا يؤكد مسؤولية الجهات الحكومية الأمنية والعسكرية عن هذه الجريمة. ولكن القوات الحكومية تحدثت عن استقرار أمني بعد انتهاء الحرب على ما سمته الحرب على الإرهاب، ما دلالات هذا الاستقرار في ظل ما نراه الآن من جرائم؟ لا يوجد استقرار أمني في العراق. الاستقرار الأمني لا يتحقق بمجرد زيادة قوات أو إنهاء ميليشيا أو عمليات إرهابية. الحقيقة هم من استخدم هذه الميليشيات لضرب انتفاضة الشعب العراقي في المحافظات المعروفة. الاستقرار الأمني يتحقق بتضافر مجموعة من العوامل، أهمها العدالة و تحقيق الأمن خلال فرض القانون. هناك نقطة أود أن أسأل حضرتك بها أستاذ مصطفى، وهي قضية تبني تنظيم الدولة لهذا الهجوم والبيان الذي أخرجه التنظيم، ما الذي يمكن أن يفهم في هذه الحالة؟ هذا يؤكد التخادم بين الميليشيات الحشد الشعبي وسرايا عاشوراء، جزء منها وجزء من المجلس الأعلى للثورة الإسلامية كما يسمونه، وتنظيم داعش الإرهابي في الاعتداء على المواطنين وفي يعني تحقيق الإرهاب في المنطقة. السيد مصطفى كامل رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر، شكرا جزيلا لك.